تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية بالشرق من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية منظمة تختص في المتاجرة بالمخدرات. الشبكة تتخذ من عدة ولايات بشرق البلاد قاعدة خلفية لنشاطها الإجرامي. العملية مكنت من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 إلى 60 سنة، مع حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج قدر وزنها ب 38 كيلوغرام فاصل 300 غرام، وسيارة سياحية استعملت كوسيلة نقل للمخدرات. العملية تمت بالتنسيق مع الجهات القضائية، وتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم على أن يتم تقديمهم أمام نيابة محكمة الاختصاص.